كما ترون هنا عملية إنزال هذا الطين المتراكم داخل هذه الماسورة. هنا يقوم هذا الشاب بسحب هذا البلاستيك حتى يتم قصه من الجانب بواسطة هذه الشفرة. يمكنكم رؤية هذا النبات الغريب للغاية إذ أنه لا يبتل أبداً. انظروا إلى هذا الشاب المبدع للغاية وهو يقوم بالتمثيل أن الكأس لا يتحرك. حسناً، إنه رائع جداً بهذا التمثيل، إنه فن الإيماء. انظروا إلى هذا الشيف الرائع والذي سيقوم بقلي البيضة بطريقة غريبة، لنشاهد معاً. كما ترون عملية قلي هذه القطعة من العجين. حسناً، توضع بهذه الكمية الكبيرة من الزيت ليتم قليها بهذا الشكل الرائع. شاهدوا هنا عملية بلي هذا الورق بالماء وانظروا كيف يتم تمريره بهذا الشكل. هنا هذا المكان لتقطيع الفواكه. هذا الشاب متسلق رائع، فانظروا إلى الاستعراض الذي يقدمه على هذه القطع المعدنية. انظروا إلى هذه القطعة والتي تقوم بإطلاق المسامير وتثبيتها على الحائط. هكذا تتم عملية قطف الثمار من على الأشجار، إذ أنه يتم هزها لتنزل الثمار بهذا الشكل. هكذا يتم تقطيع هذه المادة بواسطة هذه القطعة الحديدية. بصراحة لا أدري ما هي. انظروا إلى عملية الحفر بهذه الآلة الرائعة، إنها تنزل مكونة هذه الحفرة الصغيرة. هنا هذا الشاب يقوم بدهان هذا الفنجان الخاص به بهذه الألوان كما تشاهدون. هنا يتم صب القليل من الصودا، ثم يتم إنزال بيضة، ومع سرعة تحرك هذه المياه انظروا كيف يتم قلي هذه البيضة. ضربة قوية وموفقة. انظروا إلى هذا الشيف البارع والذي قام بعمل هذه الوردة الجميلة من قطعة الشوكولاتة هذه. انظروا إلى هذا الرسم الذي تتم طباعته بواسطة هذه الآلة، إن شكله رائع جدا. شاهدوا قطعة الهلام هذه والتي تم إخراجها من المياه بشكل غريب جدا. يتم تحريك هذا الوعاء الكبير والذي به هذه المواد وتوضع به الماء حتى يتم خلطه. انظروا إلى هذه الآلة والتي تقوم بقص هذه الأوراق بشكل غريب. هذا الشاب يقوم بقص الحجارة بواسطة الطرق عليها باستخدام المطرقة وهذا المسن. شاهدوا هذا الشيف كيف يقوم بتقطيع كعكة عيد الميلاد هذه. كنت أظنه آيس كريم بالبداية، ولكن اتضح أنه قطع غريبة. إذا أردت حشو الشيكولاتة والاستمتاع بها، يمكنك الاستعانة بهذه الفكرة كما ترون. تقوم بجلب خبز التوست وحشوه ثم إنزاله في البيض وقليل من الخبز المفتت وقليه والاستمتاع. انظروا إلى عملية قص القماش الرائعة والمميزة هذه. انظروا إلى هذه الماكينة والتي يتم تمريرها لعملية القص. هكذا تتم عملية التبليط باستخدام هذا البلاستيك. انظروا إلى شكله كم يبدو جميلا. هنا يقوم هذا الشاب بمسح الباركود الخاص بشركة كوكاكولا. هنا هذه الماكينة الرائعة للف هذه الخيوط بهذا الشكل كما ترون. إنها قفزة مرعبة حقا. هكذا يتم صناعة الخراطيم البلاستيكية، إذ أنها تخرج بهذا الشكل لتدخل إلى عملية التعدين. يمكنكم مشاهدة هذا الكيك والذي عندما تقسمه إلى قطع يعطيك كلمة جديدة.
ما هذا الشيء الغريب الموجود على الشاطئ؟ يغمس هذا الرجل هذه الوردة بهذا الطلاء الملون، وبعد ذلك يقوم بوضع هذه البودرة اللامعة والتي تعطي شكلا جميلا جدا لهذه الوردة. يمكنكم أن تشاهدوا طريقة التحميص الرائعة هذه بواسطة هذه الحجارة الساخنة. شاهدوا السرعة التي تمتلكها هذه الماكينات في العمل. انظروا إلى هذا الشاب المبدع باستخدام هذه الأداة، يقوم برسم نمر بهذا الشكل الرائع. انظروا إلى الإبداع في هذه الرسومات. هنا يتم الطرق على هذه المادة الغريبة ولكن لونها أسود. شاهدوا، انظروا إلى عملية قلي العجين هذه والتي تبدو رائعة جدا. هذه الفتاة تقوم بإزالة العلامة التجارية لهذه السيارة. انظروا كيف يتم معها هذا الأمر. هنا هذا الشاب يقوم بإغلاق المسامات الموجودة بهذه الملعقة. هنا هذا الشاب قام بفكرة جميلة، وهي أن يقوم بوضع عجين يشبه المنزل في هذا الوعاء من الزيت. يمكنكم رؤية هذه الماكينة الرائعة والتي تقوم بالرسم على المعدن. شاهدوا هذه الرسومات الجميلة التي تقوم بها. أترككم الآن مع باقي الفيديوهات وأتمنى لكم وقتا سعيدا. هنا هذه المصانع الكبيرة للخراطة، انظروا كيف تتم خراطة الحديد، منظره رائع حقا. هنا هذا الآيس كريم يبدو على شكل هذه البناية. كما ترون هذه الماكينة لصناعة الأكواب البلاستيكية. هنا يبدو مريحا قص هذه القطعة. يمكنكم رؤية هذه الماكينة الرائعة باستخراج ما بداخل هذه الفاكهة. يبدو أن هذا الشاب محترف جدا بالوقوف على هذه السيقان. يمكنكم رؤية هؤلاء الصغار المبدعين وكيف يلعبون كرة السلة. إنهم يتمرنون. انظروا إلى هذه المصفاة الرائعة والتي تقوم بعزل المياه عن محتوى الطبخ. هنا يتم ثقب هذه الكروت حتى يتم تعليقها بمكان ما. استخدام رائع للسكين بهذا الشكل لترفيع هذه القطع. شاهدوا عملية الخياطة الممتعة هذه باستخدام الشوكة للمساعدة في عملية الثني. انظروا إلى هذا الحداد والذي قام بفك هذا النابض الحديدي بعد تسخينه. هكذا يتم طي هذا المقص الحديدي. يمكنكم رؤية هذا العامل والذي يقوم بتقسيم هذا الحجر ثم تكسيره بهذا الشكل. انظروا إلى هذا الممر الدخاني للتصوير. يبدو عنقها غريبا أثناء التنفس. انظروا إلى سرعة هذا الشاب بتقطيع هذه العجين بأشكال متساوية كما ترون. يمكنكم رؤية هذه الدراجة الجميلة والمبتكرة. شكلها رائع. يمكنكم رؤية هذه القطعة والتي تقوم بتقسيم هذا القماش إلى قطع متساوية بهذا الشكل. حسناً، يمكنك الاستعانة بهذه الفكرة الجميلة لصنع مشروب لذيذ. هذه ماكينة تعبئة الماء بالأكياس. يمكنكم أن تروا شعر هذا الشاب المليء بالقشرة.